بسم الله الرحمن الرحيم. استلم المجلس المحلي الثوري لمدينة قارم مؤسسة غراس النهضة في القلمون التابع لوحدة التنسيق والدعم. استلمنا 175 سلة غذائية فيها المواد التي تكفي العائلة لمدة شهر كامل، المواد الأولية يعني طبعا. تم توزيع هذه السلة الغذائية على 175 عائلة. قامت لجنة الإغاثة بتوزيع هذه السلة بشكل كامل، بالإضافة إلى استلمنا 200 سلة شتوية. تحتوي السلة الواحدة على حرام عدد واحد كنزة طاقية وتوابعها. ويتقدم المجلس المحلي الثوري لمدينة قارة بجزيل الشكر لمؤسسة غراس النهضة على ما قدمته، ويأمل دوام التعاون والتواصل بإذن الله.